رفع قدراتها الإنتاجية في مجال المحروقات، ذلك ما تعمل عليه سوناطراك عبر مختلف مشاريعها التطويرية بناحيتي حسي مسعود وتوغورت. مشاريع جديدة تم إطلاقها كإنشاء مركز جديد لمعالجة البترول الخام لحسي قطارة. هذه المنشأة منشأة كبيرة تم يعني بداية الأشغال بها نهاية هذه السنة، ونحن في إطار يعني إنهاء التجارب الأخيرة للإنتاج. هذا المشروع كلف تقريبا أكثر من مليار دولار مكافئ لإنتاج حوالي 60,000 برميل من البترول يوميا، وكذلك حوالي أكثر من 2 مليون من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه لناحية حسي مسعود. في كذلك معالجة المياه المسترجعة عن طريق الإنتاج إنتاج هذه الآبار. تزايد الطلب على الغاز دفع بسوناطراك لتحسين وزيادة عمليات التدفق، فبمركب زاد سينال المتخصص في إنتاج غاز البترول المميع دخلت الوحدة الرابعة للإنتاج مراحلها التجريبية الأخيرة. هذا المشروع انجزناه مع الشركة الإيطالية تكنيمو اللي هما اليوم متواجدين معنا لمعاينة هذا المشروع. بالأمس فقط انتهينا من عمليات التجريب الأخيرة، كل يعني التجارب هي مشجعة جدا بدون تحفظ، وبدينا الاستغلال نتاعو بداية من هذه السنة. نستخلصوا منه تقريبا أكثر من 1200 طن في اليوم من غاز البترول المميع، و150 طن من المكثفات. هذه المواد نوجهها مباشرة إلى السوق الوطنية والسوق الدولية من أجل تثمينها. اليوم الأسعار في السوق الدولية معتبرة، وهذا يعطينا مردودية لهذا الاستثمار. مراقبة الآبار وتقديم حلول تقنية مطورة محليا، ذلك ما يعمل عليه إطارات شابة لسوناطراك. هذا البئر MD 322 كان عنده هو مشكلين، مشكل الملوحة ومشكل الرفع بالغاز الاصطناعي. لقينا له حل بالهيتر إيشونجير دو شالور، تصنيع هذا الهندسة هذا الهيتر محلي، الهندسة سوناطراك وتصنيع سوناطراك. الوقوف الميداني لمسؤولي سوناطراك على المشاريع التطويرية يندرج ضمن استراتيجية المجمع في تعزيز وتيرة الإنتاج الحالية ورفعها في المرحلة المقبلة استجابة للطلب المحلي والخارجي.